بيوم الجيش، فهذا يعود إلى بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كانت هناك محاولات حثيثة من قبل المنافقين والمعارضين للثورة الإسلامية لزلزلة مكانة الجيش. فهذا أدى إلى أن يسمي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يسمي هذا اليوم بيوم الجيش، لإعطاء هذا الجيش المقدام مكانته في إيران، ولكي يثبت بأن هذه الثورة هي ثورة لها جذور داخل الشعب الإيراني، ولا يستطيع المنافقون زعزعتها بأي شكل كان. إذن كما نرى أيضا هناك استعراض للطائرات الحربية. بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران و امت شهید پرور همینک شاهد عبور تیز پروازان خلبان و حافظان مرزهای آسمان کشور بر فراز حرم مطهر امام راحل رحمت الله علیه. نعم، كما نتابع هناك استعراض للطائرات الحربية في أجواء مرقد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. حسين خلعتبری، محمد حقشناس، منصور ستاری، چنگیز سپر و ده‌ها بلند آوازه دیگر یاد حماسه آفرینان عملیات کمان 99 که در آغازین روزهای جنگ تحمیلی با پرواز بیش از 140 فروند شکاری بمب‌افکن تومار دشمن بعثی را به هم پیچیدند. ای خلبانان تیز پرواز و ای عقابان سرفراز ایران اسلامی و پاسداران آسمان ایران، همیشه سربلند، نامتان همیشه جاودان و آوازتان بلند و ماندگار باد. ان تنصر الله ينصركم و يثبت. قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن هناك سيناريوهات يتم رسمها من قبل أعداء الثورة الإسلامية. تستهدف هذه السيناريوهات أم منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط؟ وحذر السيد جعفري من أن هذا الوضع سيكلفهم حربا طويلة الأمد. طبعا تابع السيد جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني بأن إيران تراقب استراتيجيات الأعداء، وإنها مستعدة لجميع أشكال الدفاع لمواجهة أي تهديد يواجه إيران، والأعداء لن يكونوا قادرين على توفير أمن انتقال الطاقة من الخليج الفارسي. وأكد أيضا بأن أمن الطاقة الاستراتيجية في العالم وبيد الحرس الثوري، وأشار إلى جدية تحذيرات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لأعداء إيران. إذن كما نرى هناك حضور بارز لأهم الشخصيات العسكرية خلال هذه المراسم، على رأسهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. Thank you.
لن ينشد الآن الشيد الخاص بالجيش. نعود ونذكر بأن هذه المراسم هي تقام في مرقد قائد الثورة الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وكما نتابع ما زالت هذه المراسم مستمرة. هناك أنباء بأنه الجيش الإيراني سوف يكشف اليوم عن جيل جديد من طائرات بدون طيار حازم 3 ومهاجر بي، كما تم تسمية هذه الطائرات التي هي طائرات بدون طيار. وللاطلاع أقرب وأكثر على أجواء هذه المراسم معنا محمد ناصر مراسلنا في طهران. محمد، كيف تصف لنا أجواء الاحتفال بيوم الجيش؟ بعد لحظات تبدأ عمليات العقل العسكري بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد بمناسبة العيد الوطني للجيش. من المقرر محمد، هل أنت معي؟ هل تسمع صوتي؟ يعني نريد أن تضعنا في أجواء الاحتفال في هذا اليوم في مراسم يوم الجيش. نعم. بعد قليل ستنطلق مراسم العرض العسكري بعد أن افتتح اليوم الرئيس الإيراني. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع محمد ناصر، ربما لم يسمع صوتي. محمد، هل تسمع صوتي الآن؟ نعم أسمع صوتك. ما بعرف، أنا أسمع الصوت. بعد لحظات يبدأ العرض العسكري في الذكرى 26 الذكرى يوم العيد الوطني. بعد كلمة ألقاها الرئيس الإيراني افتتح فيها هذا اليوم، من المقرر أن يتم استعراض ثلاث من أهم الإنجازات التي حققها الجيش الإيراني اليوم في هذا العيد الوطني بعد ما حققتهم القوات الإيرانية من إنجازات على أكثر من مستوى. نذكر أهمها مثلا وصول القوات الإيرانية بخبرتها وقدرتها وإمكاناتها الذاتية إلى عرض البحر وإلى المحيط الهندي، بالإضافة إلى كثير من الإنجازات حققها على مستوى التدريبات العسكرية، على مستوى الدفاعات الجوية، على قسم الاتصالات في الجيش الإيراني بإنتاج رادارات متطورة إيران في طهران. نعم محمد، يعني الصوت لم يصلنا بشكل واضح، نشكرك جزيل الشكر. أنتقل الآن إلى سيد إسماعيل كوثري نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. أستاذ كوثري، بداية يعني كيف تنظر إلى هذه المراسم اليوم الذي يتم الاحتفال بها في ظل يعني التطورات الأخيرة في المنطقة وفي ظل الضغوط التي هي يعني موجهة ضد إيران من عدة جهات؟ نعم أستاذ كوثري. أنا تفضل. ألو نعم أستاذ كوثري، إذا كنت تسمعني الآن، يعني تقام هذه المراسم والاحتفال بهذه المراسم، مراسم يوم الجيش في مرقد الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يعني كيف تنظر إلى هذه الاحتفالية في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، خصوصا في ظل يعني محاولات الأعداء أعداء إيران في الضغط أكثر فأكثر على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم با درود سلام بر روح پاک شهدا. في البداية أحيي روح الإمام القائد وشهدائنا الأعزاء وأبارك يوم الجيش. ويجب أن نوضح نقطة مهمة، فإن اليوم فإن الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني وقوات الحرس الثوري وقوات التعبئة وكافة أفراد الشعب يجب أن نؤكد بأن الجميع يقفون صفا كالبنيان المرصوص، وخاصة قوات الجيش الذي يحتفل اليوم بيومه الوطني، فأنه يدافع بكل قوة واقتدار ويستند على قدرته العلمية وكذلك على صناعته العسكرية التي زودته بأحدث المنظومات العسكرية التي أنتجت بقدرات شبابنا المبدعين وأثبتت تطورها العلمي وقدراتها العسكرية الفائقة. وفي مثل هذا اليوم فإن قوات الجيش تستعرض قدراتها الصناعية وقدراتها العسكرية وأهم المنظومات الصاروخية والمنصات ومنظومات الصاروخية قريبة ومتوسطة بعيدة المدى، وكذلك أيضا القدرات الدفاعية والقوات الجوية أيضا والقوات البحرية تستعرض آخر قدراتها ومنتجاتها العسكرية والتي تمتد وتستند إلى تجربة الدفاع المقدس التي امتدت لأكثر من 8 أعوام. ونشكر الله سبحانه وتعالى بأن جيشنا المقدام يتمتع بقدرات دفاعية وجاهزية عالية جدا للدفاع ولضرب المعتدين بأقصى سرعة ولكي يدافع عن حياض بلدنا الإسلامي سواء في البر والبحر والجو. وهذه القدرة بلطف الله سبحانه وتعالى فقد استمدتها قوات الجيش من قدرة الشعب وأيضا من القدرات العلمية لشباب هذا البلد، وفي حال غمر الأعداء بأي محاولة اعتداء ضد بلدنا فإن الجيش سوف يلقنهم درسا لن ينسوه أبدا، وهذه الحقيقة يعلمها الأعداء جيدا، وقواتنا على أهبة الاستعداد للقيام بذلك. بالإضافة إلى ما ذكرت سيد كوثر، يعني ما سيتم الكشف عنه اليوم، يعني ما الذي سيضيفه إلى القدرة والمنظومة الدفاعية الإيرانية؟ نعم، هناك مجموعة من الصواريخ الحديثة التي صنعت من قبل وزارة الدفاع وقوات الجيش خلال العام الماضي ولحد الآن، وتم اختبارها بنجاح وإدخالها إلى العمل إلى الخدمة داخل قوات الجيش، وكذلك قوا بأنهم مستعدون لتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية و فشل مخططاتهم. أستاذ كوثري، يعني السيد جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني قال بأن الأعداء رسموا سيناريو خطير يستهدف أمن منطقة غرب آسيا وأيضا شرق المتوسط، وحذر من أن هذا الوضع سيكلفهم حربا طويلة الأمد. ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ بالطبع فإننا ليس في مجال التجهيزات والمعدات العسكرية التي نسعى لتأمينها للقوات المسلحة، ولكن في نفس الوقت فنحن نراقب تحركات الأعداء في محيط منطقتنا بشكل دقيق ونحلل هذه التحركات. لذلك فإن الأعداء يسعون في منطقتنا لزرع الفتنة طويلة الأمد وتفريق وتمزيق شعوبها، وخاصة في منطقتنا وغرب آسيا، وقد ظهرت بوادر هذه المؤامرة. وأن كلام القائد العام لقوات الحرس الثوري هو بالدرجة الأولى يخاطب شعوب المنطقة لكي تكون على حذر من مؤامرات الأعداء،
وأن شعوب المنطقة هي أكثر وعيا وخبرة بمؤامرات الأعداء، وأن هذه المؤامرات إذا استمرت فإن القوات الاستعمارية والقوات المتغطرسة التي تحاول نهب ثروات المنطقة فإنها ستواجه جيوش وشعوب هذه المنطقة التي سوف تتصدى لها وسوف تلحق بها هزيمة نكراء. فأنتم إذا نظرتم إلى الساحة السورية فإن الأوضاع والمؤامرة مستمرة لأكثر من عامين، ولكن هذه الأوضاع سوف لن تدوم، لأن هذه الأسلحة التي بعثوا بها ووردوها إلى الجماعات الإرهابية هناك فإنها سوف تتجه خلال الأيام المقبلة إلى داخل بلدانهم وسوف تلحق بهم الضرر في عقر دارهم. وإن شاء الله من خلال التدبير وحنكة حكام وشعوب المنطقة فإن هذه المؤامرات سوف تزول وسوف تؤول إلى الفشل بعون الله سبحانه وتعالى، وسوف نشاهد نتائجها في القريب العاجل. طيب أستاذ كوثري، يعني الجيش الإيراني اليوم وبكل تجهيزاته، إلى أي حد برأيك يشكل مصدر قلق للدول التي لها مآرب في إيران وتحاول زعزعة أمن إيران في المنطقة؟ نعم، أعود وأذكرك بالسؤال أستاذ كوثر، يعني الجيش الإيراني بكل تجهيزاته التي نراها اليوم، إلى أي حد يشكل مصدر قلق للدول التي لها مآرب عدائية في إيران وتحاول أن تزعزع أمن إيران في المنطقة؟ قوات الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن نؤكد بأنها من خلال تحقيق الاقتدار الذاتي على صعيد المعدات وعلى صعيد